أجرى قائد المقر المتقدم لعمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي جولة تفقدية لقطاعات اللواء 19 في مطار إطباع وقرية سطيح لتفقد النقاد والرماية، والتقى بالمواطنين ضمن قاطع المسؤولية، حيث أشادوا بدور القوات الماسكة في تأمين القاطع، معربين عن شكرهم وتقديرهم لبطولات وتضحيات القوات الأمنية في الوقت الذي قدم فيه قائد المقر المتقدم الثناء على ما يقدمه رجال الأمن في القاطع رغم ما يحتويه من طبيعة جغرافية صعبة. حقيقة احنا الان في قاطع الفوج الثاني لواء 19 الفرقة الخامسة الاتحادية. هذا الفوج البطل تعرض الى عدة هجمات قبل اشهر، اخرها هجمة استشهد بها عدد من جنود الفوج الابطال. قيادة العمليات المشتركة ممثلة بالسيد نائب المشتركة ودولة رئيس الوزراء قبلها، وقيادة المقر المتقدم وايضا سيد قائد الفرقة، تم الاتفاق على اعادة الانفتاح لهذا القاطع بما يضمن حماية القاطع بشكل كامل، وبنفس الوقت بما يضمن الاسناد المتبادل بين النقاط. الان احنا مقر الفوج في منطقة مطار ضباع وهو مطار عسكري، يعني ايضا تستفاد منه القوات المسلحة في عملياتها العسكرية، وايضا تم مسك منطقة سطيح بالكامل، تم فتح اكثر من 11 نقطة جديدة، تتم الان اعمال التحصين. مشكورة قيادة الشرطة الاتحادية متمثلة بالجهد الهندسي والسيد عامر هندسة الاتحادية، ايام طويلة وهم يبذلون جهود واضحة في هذا القاطع. الآن احنا في المراحل النهائية، خلال أيام قليلة سيتم المسك بشكل كامل، وسيكون هذا الانفتاح سيصعب من عمل العدو، وبالتأكيد سنوقع الخسائر بالعدو، ولن يستطيع مستقبلا إيقاع الخسائر بقطعات الفرقة الخامسة التحالية. سنسهل للجميع دخولهم إلى قواهم وعودتهم لها، وللموجودين أقول قواتكم الأمنية هي جزء منكم. المعلومة التي تستطيعون تزويدها للقوات الأمنية هي جزء من أمنكم وأمن قواتكم الأمنية. لا فرق بين المواطن والقوات الأمنية إلا بموضوع بسيط، وهو أن القوات الأمنية لديها واجب تقوم به هو حفظ الأمن، والمواطن مراعى وهو الثمرة النهائية. يعني بالتأكيد احنا لم نتواجد في هذه المناطق لكي نتنزه، نحن هنا موجودين لتأمين الأمن.